هاليلويا هاليلويا. له المجد ملك المجد. نفتح سفر التكوين 19. سفر التكوين اصحاح 19. كلام اللوط. فجاء الملكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي، ميلا إلى بين عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا، فملا إليه ودخل بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا. وقبل ما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاه. فنادوا لوطا وقال له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليه لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هو ذمتان لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا، لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. فقالوا: عد إلى الملك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلقا الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان لهم: من لك أيضا هنا؟ أصغارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة، اخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب يهلكهم. فخرج لوط وكلم أصغاره الآخذين بناته وقال: قوموا اخرجوا من هذا المكان، لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصغاره. أمين. اكتبها لك. فكان كمازح في أعين أصغاره. لوط شخص يسوع استشهد عنه، حكي عنه، واللي ركز عليه أكثر مرضه. ما أريد أقول مرضه بعد. اذكروا امرأة لوط ابن يسوع. اذكروا امرأة لوط. لوط هو بذاك المؤمن الجسدي للأسف. رغم هالشيء مع الإحياء المحتملين هلالين. بعده بنواحيه أحسن من بعض المؤمنين الجسديين.
رغم وضعه ورغم اللي بيصير، لكن صدقوني بعد عنده أمور، لأنه هيديك اللي ما تنسوا ما كان في أي معاملات نعمة كانوا بعهد الضمير والتناقل الأحداث. فلوط كان شو بيسمع شو عرف كان من إبراهيم وإبراهيم من قبله و توصل عنده. الخطة إنه كان عنده من أعظم الأمثلة يعني نحن هلا نتمثل فيها هو إبراهيم عمه. ولوط بنعرف إنه كان إلى الخير لإبراهيم. وإبراهيم عايش حياة حقيقية بتدرك. يعني شاف لوط عفاته وشاف مناطق القوة فيه. شاف كيف كان عنده الرب أولا، كيف كان الأهل منه، حتى في حادثة لما خطف لوط إبراهيم جاب كذا واحد من الغلمان تبعوه، من الخطين تبعوه في الآخر، اتكل على الرب ونزل خلص ابن خيه من أيدي ملوك هو اللي له. لأنه في فترة لوط إذا بتتذكروا اختار ينفصل عن إبراهيم، لأنه صار في مشاجرة بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم كرمال المي وكرمال المرعى، لأنه صار في شوية جفاف بهديك الأيام والرب يديرك لوط. لما بترافق شخص مبارك والرب كان قايل له اياها لابراهيم وابارك مباركيك، فلوط بالنسبه له اكيد عمه ابراهيم يعني اكيد كان شايفه بركه وكان يباركه انه حضر انه ولو بين الله، فهو كان متكفل فيه يعني ما خلى يحس باليتم انه انت منك يتيم انا ما حل بيك، لا بل هو كان مثال احسن من بيه كشخص أب المؤمنين، كشخص له علاقة حقيقية مع الله، خليل الله. فهيدا أثر فيه طبيعي. لكن دايما يا أحبة، رغم هالشيء للأسف، بكل إنسان لما بيخلق يكون في أمور بحياته، رغبات بحياته، شهوات بحياته، أهداف بحياته، الرب شايفها. يعني بتجيب كون الاسم بالزرع، تزرع كل بذرة بحوض تكون 20 بذرة، كل بذرة بتطلع شكل، ما في بذرة بتطلع غير التاني، وممكن بذرة تطلع بشكل بدون ثمر كليا أو بثمر قليل. ونحن نعرف ولادنا على اساس متربين جوا كلاب جوا محبه حاملين من العالم، لكن الله شايف انهم موجودين، الله شايف ميولهم لوين. لوط هيك كان، لوط كان بحب يكون بقلب سن وشهره ومركز وبيت غير شكل. شو بضل عايش انا بالخير مثل عمي؟ كل ما طلع الناس من هون فلت وتلت، كل ما اجى اعصار طارت الخيم، قال لك نايم صرنا نايمين بالفضل. بعلم واحد نايم مثلا يعني قعد حميمي خير اجى في الرياح فضحته وجرمسته كيف؟ يعني واحد عايش بالخيام مثل ما بقول يعني قلبه عايده أو إيده على قلبه والعلم، يا قلبه على بيته والعلم، يعني خوف وقلق. لوط كان عم يطلع على الشعوب اللي حواليه وعم بيقيسها. طب نحن عايشين بخيمة؟ من فوضى ما بننام، طب كل الليل، طب هول اللي حوالينا
عايشين ببيوت من حجارة، يعني بالصيف برود وبالشتاء دفى. تعرفوها الحجر الصخري او الطين اللي بينعمل من الطبيعه بالصيف هيك بيوت بتبرد، لانه الصخر بيكون بارد بيعطي برود وبيحصل حراره من برا، وبالشتاء العكس بيحفظ حراره البيت من جوا ومن برا ساقعه. فشو بده احلى من هيك؟ اي شيء طبيعي وليتي طبيعي، مش بحاجه يعمل اشتراك ولا بحاجه ينطمش من الهواء. فلما صار في المخاصمه بتعرفوا انه ايه بتطلع شمال ويمين، وابراهيم خيره بطريقه حكيمه. قالوا لك يا ابني ما بدي يصير في خصام بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، اذا انت اخترت تروح شمال انا رح اروح يمين. ما قال له روح، وهيك الرب بيعمل معنا. قال وضعت امامك طريقين، الحياه والموت، البركه واللعنه، فاختر الحياه. بينصحنا بس ما بيفرض علينا. فقال له ابراهيم شو بتختار؟ انا بختار العكس، يعني ما تفكرني انا طمعان انه انا بعيني بهالارض وبعيني بهالميات ابدا. شو بدك؟ شوف شو بتلاقي الحل عنده، وانا بعمل العكس. يعني حتى قال له اياه كانه حتى هالارض بتفكر عيني فيها، يلي رعاتنا عم يتخانقوا عليها، انه انا هون بوطن شو بدك هون؟ شو بقول الكتاب؟ قال فرفع لوط عينيه وراى منطقه سدوم وعموره، قال راها كجنه الرب، كجنه شبه هالمنطقة يلي كانوا شعبها شايفين وزنات، شايفين جنسيا وزنات، يعني عفوا الحيوانات مش عايشين مثلهم، مستواهم أوطى من مستوى الحيوانات، يعني الحيوانات كانوا أشرف منهم. الحيوانات ما بيعملوا هيك، الحيوانات بالطبيعة وبالغريزة بيعيشوا، هن كسروا قانون الطبيعة مثل ما بقول برمية واحد. قال اشتعلوا نساء بنساء ورجال برجال. قال الله أسلمهم إلى دين المرفوض. قال يفعلوا ما لا يليق بالطبيعة، يعني الطبيعة ما بتكون هيك، إلا بدهم يعيشوا عكس الطبيعة. بتعرفوا ليش؟ الفراغ. الفراغ يلي بيخلي الإنسان يجرب الأمور مش طبيعية. فبجرب إنه عندي مال مش بعت، عندي مقتنيات مش بعت، عندي حياة شرعية طبيعية مش بعت. انت عارف الله لما خلق ادم ابونا وابن حواء وقال لهم اثمرا واكثرا واملأوا الارض، يعني جيبوا نسل، جيبوا ملوا الارض كلها لكم اللي بدكم اياه. معكم الخبر انه ما فكروا بالموضوع بالبدايه، علاقتهم مع الرب الحقيقية كانت اخذ الأولوية، مع انه حقهم الشرعي ما فكروا فيها بالبداية، خاصة أنا شبعان من علاقة حية مع إله حي كل يوم كل يوم بيتقابل معه. كان كل يوم مرة يجي مع نسيم النهار بيكون بشركة مع هذا. بتعرف انه بيختبر هيك حب وهيك علاقه وهيك امان وهيك قبول. شو بعد بده؟ ما بقى يفتش على المحدود،
لما توصل ان يكون عندك علاقه مع اللا محدود واللا نهائي، ما بتطلع قدامك بالمحدود، مش احتقارا بس عارف انه طب انا عندي الاكثر والاعظم والاسبى والباقي. ليه انت رجع ادم راجع حسابته حواء وعرف امراته لما سقط، لما انقطعت العلاقه، فتش على علاقتين يبديه. الفراغ اللي وقع فيه كان لا يحتمل، طرد الرب من الجنه وممنوع بقى تفوت عليها، وكان عندك الفرصه تاكل من شجره الحياه، اختار تاكل من شجره المعارف الخير والشر. فهو الفراغ اللي كانوا فيه ما بيعرفوا الله، شعب ما بيعرفوا الله، كانوا عم بيحاولوا يلاقوا شبع بطريقه غير طبيعيه من هيك شاب وخربوا. يعني التاريخ بيشهد من اثار بقوة بالمنطقه هونيك، الفساد كان لا يتخيل عنه. لكم اشياء في مسيره الرموز اشياء بتبين انه كانوا من افسد الشعوب، مثل في جزيره رب عامل فيها نفس العقاب اسمها سان كير، حد ايطاليا قريب من ايطاليا، رب ببركان دمر الجزيرة كلية. لما راحوا على الأثر بعد فترة عم بيشوفوا إنه شو صار بالجزيرة، كيف المحت مع سكينة وبيوته وكل قوته لكيفه عم بدنا تبيها، وجدوا تماثيل عايلة نحكى شوية. الفساد كان ضارب طعمه فيها. الله يا أحبة يمهل لكن لا يمهل، يعطي فرصة للطلبة لكن الفرصة على حدود، اسمها فرصة يعني محدود. فرب ما اطول على الإنسان للأبد. فلوط رغم هالصورة اللي كانت معروفة عن سيدنا معروفة يلي غير رجوع كسبنا وبيوته محجار، وهو كشخص عنده مواشي وعنده خدم وعشب قال لك اكيد انا هونيك بكون الاسم، يعني في شعب بعيش اسس حياتي. طب ما فكرت بولادك بناتك اللي كثير بيقول كان عنده بنات ما عنده شباب، يعني الخطر اكبر. وبتلاحظوا كان عنده صوره، يعني في بنات مجوزهم ضل في بنتين عزابي. والكتاب بيقول قال كان قاعد على باب المدينه، ومين اللي بيحب يقعد على باب المدينه؟ اللي بيحب يكون مشهور ومعروف وله قيمته تبين انا بقعد قدام الكل انا شوفوني انا هون. كان عنده المحبه، بحب يظهر، بحب يبين، بحب يظبط اموره وياخذ حكمه اهل العالم، ما اخذ حكمه بي المؤمنين ابراهيم عمه، ما تعلم من الحكمه السماويه. ليه؟ شاف المنظور بس ما اطلع بوعود الله ابراهيم الغير منظور. فقال لك ابراهيم الله وعده طيب، بس انه هو ليه يعني ما دام الارض عنده كفاله مش بحاجه ضلني انا مع عمي ابراهيم اكل مطرح لمطرح، ضلني نقال 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 نقال، بعيش بمطرح ثابت وخلص. في احلى من الاستقرار، وخاصه مرضه بتكون شجاعته، لانه الله خلق بطبع المراه بتحب الاستقرار. فقلت لك نضل نعمر خيمه ونشيل خيمه وحط الوتد وشيل الوتد وهون المزعج وهون ما بعرف شو، نقعد ببيت ونستقر وخلص، ريح راسك وفي باب بتسكر وبتفتح، مش خايب مين ما بده يفوت مين ما بده يطلع،
دي رسائل لجهنم. وهذا اللي صار، لأنه مرته كانت بتحب أجواء العالم كتير وهي اللي شجعته. وتعرفوا البرهان على هالموضوع، لأنه بعدين بيّن الموال وبيّن بشو كانت معلقة. كان بهمها يكون عندها حياة استقرارية، بيت ثابت، مستقبل، اسم، جاه، عفش، شي حلو يعني. فلوط بدل ما يعرف ياخذ الموقف الصحيح كان اجر بالبوط، اجر بالفيحة، اجر بده يمشي فيها مع الرب واجر بده يمشي فيها مع العالم، ما بتزبط. قال لك بنزل بعيش بصدوم وانا قلبي مع الرب، شو بدي فيهم؟ طب عيونك اللي بدها تشوف شو بتعمل فيها؟ الكتاب قال كان يعذب نفسه البارة بالافعال القديمه اللي كان يشوفها قدامه. انت لما بتشوف عمل عم بيصير قدامك هلا ببلادنا، ظلم، حدا عم يظلم حدا، حدا عم يضرب حدا، شو بتحس من جوا؟ تنهير. حدا كبير عم يضرب حدا صغير، بتحس بظلم اخر، ليش؟ ما فيك تقول انا يلا بعيش كيف ما كان بين العالم، ما فيك. ولا اقول انا نعيش منعزلين يا احبه، مش هيدا قصدي. قصدي شوف الرب شو بده. إذا الرب كان رايدك تنزل على صدوم وعمورة، بيكون محضرك، بيكون مكحل منك، بيكون غنيك ومعبيك بروح القدوس لتقدر توقف على شريك بهيك مكان، تقدر تكون ملح. وإلا رح تكون مثله مهزقة بعيون أصهاره. أنتوا بتعرفوا هذيك الأيام توحد يتجوز بنت بدون عبايا، بده يطلب إيدها من بيا، يعني له اعتبار، له قيمته، مش حيلا أخذتها ورحت. رغم هالشيء قال كان كمازح في أعين أصغاري، ما كان يصدقوه. بتعرفوا ليه؟ ما كان جدي بإيمانه 100%، كان شاطر بالحكم، عم يحكي عن إله بيو، يعني أبو إبراهيم بيو عمه، وبيعرف إنه هيدا هو الإله الحقيقي، وعمل مع عم إبراهيم وعمل وعمل وعمل، بس هو ما كان مركز يكون له هالعلاقة الشخصية. بدي أقول لك يا غالي، ما تعيش أجواء كنسية، ما تعيش أجواء دينية، ما تقول أنا أنه بحب هالكنيسة، بحب الإخوة، شيء حلو، مش أقول غلط، لكن مش هذا اللي بيكفل أبديتك. هيدول نعم، نعم، يا من اسمه حرمين كنايس، يا من اسمه حرمين إخوة. أنا في إخوة لما ببعث لهم اشياء زويبه، شو عم ببعث اشياء بسيطه صغيره، بيقولوا لي عم تبعث لنا مي بارده بصحراء. نحن بالنسبه لنا عادي، ما في يعني هالشيء الواو. بالنسبه لهم لكنيسه حدو ولاخوه حدو، عم توصلوا هالكلمتين هالشغله مثل مي بارده بصحراء. فقديش انا مهم يكون عندي علاقه حيه مع الهي، هيدا الهي، هيدا بيي، مش اله الكنيسه وبي الكنيسه واله فلان وبي فلان. ما بينفع كان انه الله يكون اله عمه، كان المفروض يكون الهه له كمان. ما بينفع يكون الله اله بيك، لازم يكون الهك كمان. انت مفروض تقول يا رب بدي اعرفك، مثل ما اخر وعظه وعظت عن يعبيس،
صرخ يعبيس لإلهه: ليتك أنت يا رب تباركني أنا وتوسع دخولي أنا وتكون يدك معي أنا وتحفظني من الشر. أنا تحفظني، أنا بدي أكون عيش بقداسة وخافة قدامك لئلا يتعبني. شو كان الرب قوله؟ قاعد فوق عم يتفرج شو عم يعمل؟ الكتاب بيقول فأتاه الله بما سأل، استجاب، لأن غارس الأذن يسمع، صانع العين يرى. فلازم يكون عندك علاقة شخصية مع الرب، مش أنا مش على كنيسي وأهلي مؤمنين ويلا ماشي مع الخليج. إلا رح تشوف الإيمان حتى بالكنيسة غير ما بعينتك كمان، كل واحد إيمانه شكل، كل واحد إيمانه على مستوى، كل واحد علاقته شكل. فمن هيك مفروض أنت يكون عندك العلاقة، أنت تقول يا رب بدي أعرفك. أيوب كان مفكر كل عمره بيعرف الرب، من بعد ما هزه الهزة القوية وزلزل حياته وأساسات قلبه، قال له بسماع الأذن سمعت معك. وقال عمرك عم تحكي كنت من أول الإصحاح لقبل آخره بشوي، وكأنك بتعرف الله بنوبه، وكأنك أنت وياه خوش خوش، وأنت لأنك مزعله ولأنك كسر وصاياه، بتقول له بالآخر بسماع الأذن سمعت عنك. لأنه هر كل القش والعشب والحشيش واليابس اللي كان مأسس حياته عليه وضر عليه، قال له أما الآن فقد رأتك عيناي. إياك تفكر الله بيبيرك لأنك أنت غير شكل، مفروض تكون غير شكل، ما قصدي بس لأنه هو صالح ومؤيد. ياما نحن أولادنا بنعمل له الأمور بنبارك له الأمور اللي ما بيستاهلوا، ما بيستاهلوا، مندركهم منجبلهم منحطهم منعملهم وهني ما بيستاهلوا وبفقعون لقلبنا. ليه؟ لأنه شافي من قلبنا، شافي من جوا. ما فيك تعامل ابنك على مستويه، بدك تعامله على مستويك، بدك تعامله على قلبك. والرب هيك معنا، وإلا ما بنخلص من اللي فيه والعباد. بالعهد القديم قال كان إذا الولد يقول له لبيه كلمة مش منيحة، قال كان يجروه قدام الجماعة ويرجموه للموت. يعتبروه مسبي، ما في رعب. نرجع لقوت. فلوط ما كان عارف شو ناطره، أخذ المبادرة وصار عايش مثل أهل العالم، بعد عن جو الإيمان، انحرف عن جو الإيمان وصار عايش خي عمي بشوق راسي بقير على راسي، ليه بجيل نصلي سوا، ليه بجيل على الكنيسة، وينك بعيد عن الجو، وا 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 وا. خلاص أنا إيماني بقلبي، إيماني بقلبي، خلاص يقولوا معي. هل الإيمان اللي بقلبه هيك بضايق؟ ينتج؟ يثمر؟ ما نكتبون أرني إيمانك بأعمالك. الناس محتاج تشوف إيمانك وإيمانك وإيمانك، مش محتاجين يسمعون هيدا مؤمن. اختار بهالبلد بقولوا إحنا مؤمنين مؤمنين، تعرفوا كلمة مؤمنين بتشمل كل الطوائف والأديان، كل المؤمنين. بس بشوف في ناس بيؤمنوا بالحجر، قال ايمن بالحجر بتبرق، طب مؤمنين هذول بس بشوف بالحجر. وفي ناس مؤمنين بالبشر، والكتاب بيقول ملعون من اتكل على زراع بشر. في عدة ايمانين. فلوط قال لك بالضبط ما كان عارف انه اخر
هالاستقرار اللي عايشه دمار شامل وخسارة لا تعوض وآخرة فيها عار وخزي لاسمه ولعيلته. ما فيك تزرع اللي بدك اياه وتحصد اللي بدك اياه. بدك تزرع اللي عم تزرع وتحصد نفس النوعية وأضعاف. زرع استهزاء واستهتار واستخفاف وحاول يكون مختار المنطقة كلها. شو كانت النتيجة؟ فاتوا الملكين حتى ينقذوا من غضب الله اللي نازل على المدينة. لأنه إذا نقرأ الإصحاح اللي قبل، إبراهيم كان عم يتشفع للوط وعائلته لما الرب قال له ما رح خبي عنك، بتهلك المنطقة. قال له يا رب إذا فيها 50، يعني كان عم له بركة إنه تخيلوا ومرته وبناته وصغوره وولادهم، وإذا جوز ولاد ولاد وصار عنده يعني شي 50 واحد إذا بيطلعوا وإذا ربحوا حدا. قال له ما بهلكها. بلش ينزل مع الرب وحس على حاله توحن. إبراهيم شرعت أكلم المولى وأنا تراب وأنا ماد. بعد بيقول له لا يا الله يسخط سيدي بعد هالمرة. قال له إذا في 10 بيقول الكتاب. هو رايح الرب من عنده قال له إذا في 10 ما بالك 10، يعني لوط ومرته بناته وزهورته وبناته اللي جوزهم بس 10. يعني هوليك قد ايه كانوا؟ في 6، يعني 3 بنات كانوا مجوزهم، كان عنده 5 بنات، 3 بنات وزهورته هوليك. للاسف راح خبر صوته لما الملائكة اجوا لعنده، مع انه هني من قيمته واكرم الملائكة. لاحظ سجد له، حسوا انه هولي مش من المنطقة، حسوا جهه مميزة، طلته وقفتهم، حسوا انه مش مثل العادة، اكرمهم وغسلوا اجريهم وعملوا اكل واستضافهم تيناموا عنده وألح عليهم، مع انه هن ما كانوا قبلانين، تظاهروا انه هن لا ما خصهم. بتعرفوا هيدا عشو بيدلنا؟ انه ما في شيء بيلوي. الله ما بيفرض نفسه على حدا. الملاك يعملوا هيك، يعني الرب عم بيقول لك انا ما بجبرك فيه. وكان السلطان بايده يهلكوا المدينه. شو قالوا له؟ الرب ارسلنا لكي نهلك المكان. خليني اقول لك، الارض ستحترق والمصنوعات التي عليها وستذوب العناصر محترقه ومنحله. وعشو بعدك حاطط قلبك؟ مش عم بقول انا غلط انه عندك بيت، بس هل هو اولوياتك؟ هل اولوياتك تكون اهل العالم؟ اهل العالم اللي انا احبه ما عندهم رجاء، رجاءهم هون بيوم البيت، السيارة، المعاش، ضمان الشيخوخة، مستعد يترك بلده ويفل من وطنه ومن موطن قدمي اجداده ومطرح مسقط راسه تيعيش بمطرح يعطوه باخر شهر بعد سن معين معاش يعيش. شو بيهمه يعني؟ وقت الزمن، وقت الزمن، انه انا هلا عايش بعدين مشي الحال. اذا الرب دعيك تسافر لهيك بلد ما لي علاقه شو خصني انا. ما في اعرف، ما في اعرف، بس الرب ما حطك بالغلط بهالبلد، ما حطك بالغلط، كيف خلقك في حلال السنين الرب دعي ناس لانه كان في ناس وفي خدمات محتاجه، اوكي، بس انه انا رايح، انا بدي، انا شايف، وين الرب موجود صار بالموضوع كله؟ برا. انا ما فيي احكم، لكن حسب الصائم انتم بتعرفوا في حادثه مرقت علينا بالكنيسه، بكت الكنيسه كلها. ما كان الرب بدهم اياهم يسافروا،
وأصابه سيفه، وكانت السفرة الأخيرة. ولوط بروح ضعفه كانت الضربة الظافرة حياته وشهادته. لأنه تعرفوا هو الكتاب علمها كوانا بعدين، لأنه راح خبر سوره بيحكوا عليه عم تمزح معه، شو بدك تشتي نار؟ بيمشي يا لوط مثل نوح، قالوا بدك تشتي ماي بيمشي، شو الله عنده حدا فيه طول السنة؟ ونحن هيك يا حبة إذا حكينا الناس يمكن ما يصدقونا. خليني أقول لكم لهلا محل عم بأكد قديش في نيازك جاهزة تضرب الأرض. في نيزك عم بقولوا من سنة 28 أو 29 ممكن يضرب الأرض ويوصل عليهم موج البحر 600 متر. من الله على عقله. وهلا عم بصير ترويز أراضي عم المي عم تنحرف عنا وفي مناطق عم تختفي عن الخريطة. فتصوروا من لا وضعك كان فيه لوط، من لا عيشه كان عيشه، لدرجه انه الرب فتح له عيونه اكثر، صاروا بده يدقوا هيدا الشعب، قال من الحدث للشيخ بمين؟ بهول الضيفين اللي اجوا لعنده. قالوا له طلعنا اياهم تنعرفهم. بتعرفوا كلمه تعرفهم شو معناتها؟ مثل ما ادم عرف مرته يعني. عفوا. يعني طلعنا اياهم لحتى نوسخ. ولما رفض قالوا هيدا جاي غريب علمنا بلا نعمل فيك اشر، يعني كانوا عارفين انه اللي عم يعملوه شر. يعني الله لا يعاقب انسان ظلمه اذا مش عارف، لانه عارفه عارف الشر ومصبر فيه، بيجي وقت خلص بينتهي وقت فرصة التوبه، بيجي وقت العقاب. وهيك صار. بس الرائع بالموضوع رغم انه وضع لوط اللي كان تعبان، لاحظوا الرب بعد كل الملكين حميوه، حمي ولاده وحميوه من افكاره الغلط اللي كان مستعد يقدم بناته لهول الاشرار. بتعرف شو كان صار بناته؟ يعني كانوا ماتوا بعدين، كانوا ماتوا. تصوروا الشعب كله تلم عليهم، يعني بده يطلع بنتين صبايا حتى ما يدقوا بهول الضيفين بس ليحمي الضيفين. شو كان صار بناتك؟ كانوا ماتوا. صار يقول هالشي عن المنظر، كانوا ماتوا. إذا واحد ما تخسروني بيغتص البيت ممكن يقتلها. أو الدين. شعب ومن الصغير للكبير. مثل ما بقول الكتاب، قال الإنسان تصورات قلبه شرير منذ حداثته. وهول هيك قال إن الحدث والشيخ تجمعوا كلهم تقولوا له شو عم تعمل؟ طلعنا إياهم. طلعنا إياهم. شفتوا السنة وين ممكن يوصل؟ الرائع اللي بيقولوا رجع حميوه لظلم من شعب. والرب مستعد يحميك رغم وضعك إذا أنت ترجع له من قلبك. ضربوا الشعب بالعمى. قال قعدوا يفتشوا على البيت، ما كان يلاقوا البيت وين؟ بدهم يفوتوا لعندهم. انعموا. والرب لما بده يبعث لك حماية ما بتعرف كيف بيعمي أعدائك. حتى ممكن يعمل الشياطين اللي عم بتهاجمك ما يعرفوا كيف بدهم يرجعوا يهاجموك يضيعوك اذا انت فعلا بدك مشيته. وهذا اللي صار. قال قعدوا يفتشوا على الباب ما لقوه. حتى بالاخر الملائكه بالقوه بعد لما توالى كان صار كبير بالامر ما كان صغير. قال مسكوا بايديه ايدين مرته، واحد للثاني الملائكه مسك بايدين بناته قال له هرب لحياتك، هرب لحياتك. انا ليلي بدي اقوله هرب لحياتك، هرب لحياتك. ما تعيش مطلوب بجرب الدور بجرب الفلاحه. ما فيك تقول انا مع الرب وانا مع العالم. يسوع بيقول من ليس معي هو علي، ومن لا يجمع معي هو يفرق. انت بتجمع معه للملكوت بالقدر وبالعلم، ولا انت عم تفرق الناس عنه. بمجرد ما انت عم بتعيش بالجسد جسدي بدك تقله للعالم عيشوا مثلي، ما
بدون ما تكون بتسمع حياتك عم تحكي عيشوا مثلي شو في حالة عايش بأشياء حياتك رسالة لو ما حكيت حياتك عم تحكي للناس شو عم توصلهم بحياتك الحقوني مثل ما أنا لما بدك تتشبه بناس مش مؤمنين أو كمان مؤمنين جسديين مكتفيين حاطين حدود وماشي الله يستر شو رح يصير فيك ويلي معك لأنه للأسف اللي صار بلوط إذا بتتذكروا آخر شيء بناته سكروه تيجيبوا ليل منه هيدي آخرة مؤمن رب يرحمه ما بتعرف سلوكك المستهتر والمستخف بالنعمة لوين بوصلك حط حدود بينك وبين العالم رب قول اعتزلوا من وسطهم يا شعبي ولا تمسوا نجسا امين يرد من عيونك